اليوم رح نعمل خبز بالثوم من دون عجن. عندي 400 ملي من المي، هذا ظرف من الخميري فتحته مرة الماضية وحطيته بالبراد. هلا بدي احط ربع ملعقة صغيرة، حركن شوي، رح اضيف ملعقة عسل صغيرة. هلا بدي اضيف نص كوب من رقائق الشوفان، بيأثر اذا طفى حنين شوي، بلا مشكلة. هلا رح اضيف ملعقة ونص صغار من الملح، وراح اضيف هلا 3 اكواب من الطحين لكافة الاستعمالات. طبعا الافضل يكون في طحين للخبز، بس مش موفر اوكي بيمشي الحال. وهلا رح اضيف ملعقتين صغار من توم البودرة، نص ملعقة صغيرة من الكزبرة الحب، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، راح اضيف لهم ملعقة صغيرة من الحر الشطة الحر الحاد، بخلطهم بهالطريقة. كتير سهلة مثل ما حكيت، انه ما بدها دعك ولا بدها عجن، 100% او 1000% حتكون ناجحة معكم اذا تعملوا بنفس الطريقة. في احد المشاهدين قال انه انا ما بصدق انت كتير دعكت وحتى هلكت ايدك. بعتقد كل اللي عندي من المشاهدين واللي هني فوق 4 مليون بيقولوا العكس، انه قناة اسرار ادم دايما بتكون صريحة وصادقة مع المشاهدين، واذا في اي غلط انا بعترف بغلطي، واللي بيحب يصدقني اهلا وسهلا فيه، واللي بيحب يبقى على قناعته كمان اهلا وسهلا فيه. هذه خلصنا. هلا بسكرها بغطاء بلاستيك يعني لينك فيلم، وبتركها لبكره هلا الساعه 2 بالليل. الى اللقاء. دائما بفضل انه اغطيها مع عرضها للضوء كمان بمنشفي. بنشوفكم بكره الصبح ان الله. باي باي. تخمير احد 12 ساعه، نحركها شوي. نطلع منها الغاز بس مجرد ننفسها شوي، نطلع شوي زيري على جوانب الطحين. هلا بهذا الوقت في عندي حصين ثوم مع شوي زيري ملح، دقهم اهرسهم بشكل ناعم جدا، صاروا مثل المرهم. هلا بزيد عليهم حبتين يعني كم حبة كزبرة حب، وهدقهم كمان. هلا رح ضيف ملعقة زيت زيتون على الثوم المهروس بزيت الزيتون اللي مشرب بالنكهات، نمسحه بكل الزوايا. بعد ما دهنته هلا رح رش بكعب القالب حبوب من الكزبرة، العجين بقلب القالب وخليه بروفينج يرتاح لمدة 40 دقيقة. طبعا بغطيه بقماشي مش بنايلون، خليه يتنفس شوي ويرتاح وشيله لأربعين دقيقة. بعد ما ريحناه 40 دقيقة بدهن شي بسيط من الزيت المطعم بالنكهات بشكل خفيف، اذن هلا مرش عليها شوية كزبرة حب من فوق. من الحر ورشة
كمون صغيري كمان من فوق هيك، بكون صار جاهز لحتى نفوته على الفرن. بتمنى الفرن حميناه قبل بنص ساعه. طبقنا الخبز بالثوم، رائحة جدا جدا بتشهي بتجنن يعني. طول اللي فت على البيت وريحة كتير شهية. 5 دقايق أخذ من فوق مع مروحة. طبعا ما تنسونا باللايك وسبسكرايب والشير. هذا من ورا بعده سخون، شوفوا المنظر. هذا من جنب هون. لحص هلا الخبز وفرجيكم عليه من الداخل كيف. رائحة جدا شهية. يلا بقى